بدايتنا كانت جدا متواضعه، كلنا احنا اصحاب، حتى كنا نشتغل فور فري. الحين مع تطور المهرجانات والدعم والتمويل في كل مكان، جوده الافلام اختلفت، تنوع القصص، صار في افلام محليه متعاونه مع عالميه. مو غريب على عزيز غرباوي هذا النوع من التصريحات، فكلنا نعرف ان وجود اليوم بين النجوم الشباب المميزين ما جاء ابدا بسهوله، وانما مر بالكثير من الصعوبات والرفض، واللي خلته ينتج اول عمل قصير له من حسابه الشخصي. لما كنت في لندن وانا بدرس، لما كان يجينا الرفض اوديشن ورا اوديشن ورا اوديشن، قلت يا ولد تبي شيء؟ انت ممكن تبدع في اشياء ثانيه، ليش ما انا اي بروديوس شورت فيلم وانا ادفع واجيب مخرج وممثلة واسوي شيء؟ وعشان كذا اليوم بيحرص يكون اول الداعمين للمهرجانات والمبادرات السينمائية اللي بتسهل الطريق على صناع الافلام. لابد ان احنا ندعم هذول الناس من ناحية الكتاب، الممثلين، المخرجين بصفة عامة، صناع الافلام، فشكرا لهم انهم كلهم بيتعاونوا، من هيئة الاذاعة، جمعية الافلام، هيئة الافلام، ريد سي، فالتعاون هذا حين نحتاجه. وهالكلام مو من فراغ، فاللي ما يعرف الكثيرين وكشف عزيز غرباوي لسينماتيك ان الان هو بسياق تحضير دور وعمل خاص فيه. شغال على فيلم ديفلوبمنت لسه بالكتابه، فانا جيت هنا طبعا ادخل دورات، ابني علاقات، تعرف على ناس جدد، وبحاول ان انا كرييت ماي اون تيم ان شاء الله، ونشوف القصه هذه للسكرين. وهالكلام مو من فراغ، فيبدو ان عزيز بيحاول يعمل نقله نوعيه لاعماله، خاصه وان الفتره الماضيه المنتجين كانوا يشوفونه بادوار الشر. انا معروف في السوق بالادوار الشريره، وهذا شيء جدا جميل ان الواحد يتميز في حاجه، لكن الاستمراريه كل الافلام والمسلسلات انك دور شرير، هذا الشيء انا اشوفه وجهه نظري، ان خلاص المشاهد ما راح يتقبل عزيز باي دور ثاني. حاليا صراحه بحاول على قدر المستطاع اني انوع في الشخصيات. والشيء الثاني اللي بسببه اخذ عزيز قرار خوض هالتجربه بنفسه، حرصه على تسليط الضوء على قصص من قلب المملكه. الجنرا اللي انا بركز عليها هي جنرا الثريلر والكرايم، بالاضافه للكوميدي، وكلها يعني مستوحاه من قصه حقيقيه، وحنا نفتقد هذا الشيء. السعودية بصفة عامة لها قصص جدا يعني جميلة، ونحتاج ان احنا نطلعها، وتستاهل انها تنعرض محليا ودوليا. هو هذا اللي شغال عليه.